النجمة أحلام عرف عنها اختياراتها الفخمة، سواء بالإطلالات أو المنازل أو باختياراتها المجوهرات، وبعض قطع المجوهرات صنعت لها خصيصاً وبلغ ثمنها ملايين الدولارات. تعرفوا معنا على أبرز قطع مجوهرات للفنانة أحلام الشامسي. أحلام الشامسي يعرفها الجمهور بالملكة، واحدة من النجمات التي تهوى المجوهرات وتتألق بالمجوهرات في الحفلات الغنائية بمجوهراتها الفخمة والتي تبلغ من الأسعار أغلاها. وكشفت أحلام مراراً مدى حبها للمجوهرات الفخمة، خاصة تلك الأنواع الباهظة الأسعار. وتتميز مجوهرات أحلام باحتوائها على قطع الماس النادرة أو التي يتم تصنيعها خصيصاً للنجمة الشهيرة. سنقدم لكم اليوم مجموعة من أغلى مجوهرات أحلام الشامسي. ظهرت أحلام الشامسي بعقد وصل سعره إلى 2 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 7 ملايين درهم إماراتي. ونسقت أحلام هذه الإطلالة مع عقد فخم من مجموعة صولي على شكل تشوكر احتوى على 204 قراريط من الألماس الأبيض والأصفر. تتدلى منه ماسة كبيرة تزن حوالي 10 قراريط، وصل سعره إلى نحو 2 مليون دولار. علامة كارتيه دائماً ما يكون لها نصيب بإطلالات أحلام. وفي أحدى حلقات ذا فويس اختارت تصميم مجوهرات البانثير، والتي استوحى تصميمها من حيوان النمر، وكانت عبارة عن سلسلة ذهب أبيض عيار 18 بلغت قيمته نحو 550 ألف دولار، مرصع بأحجار الزمرد الرائعة. اختارت معها أحلام خاتماً ضخماً وصل سعره إلى نحو 22 ألف دولار، وكللت هذه الإطلالة بأقراط ماسية وصل سعرها إلى نحو 120 ألف دولار، مرصع بثمانية 98 ماسة 2.28 قراطاً. في واحدة من حفلاتها بالمملكة العربية السعودية، تألقت أحلام بعقد فخم تم تصنيعه لها خصيصاً من دار سامر حليمة للمجوهرات، والعقد ضم 380 قراطاً من الألماس الأصفر مع الزمرد الأخضر النادر، بلغ سعره نحو 7 ملايين دولار أمريكي. اختارت أحلام الظهور في أحدى حفلاتها في دبي بتاج من تصميم دار مجوهرات ديفيد موريس، تميز بتصميمه الناعم، فجاء من وحي الورود وصنع من الذهب الأبيض عيار 18، وصل سعره إلى نحو 135 ألف دولار.